موضوع الخشوع في الصلاة. بص يا جماعة، الناس اللي عندها مشكلة في الصلاة ذات نفسها أو إن هي تصلي، طيب أنا بنقول الأول بنبتديها من التربية، والأم لازم تخلي بالها كويس قوي 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 من الأولاد في السن ده. طب أنا كبرت وعندي كسل في الصلاة وما بصليش وأصلي فرض وأضيع فرض وضميري يأنبني وكذا. قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا أشرط على نفسي حاجة اسمها المشارطة، أنا في الوقت ده هقوم أصلي. طيب بصلي بس مش حاسس بحاجة، ولا حاسس بقى بالنور اللي انتوا بتقولوا عليه، ولا ان انا طالع من الصلاه اللهم بارك عليا شكلي ما اعرفش ايه، ولا قلبي كذا، ولا زي ما انت حضرتك شرحتي قبل كده وقلتي اصل اللي بيطلع في الصلاه بتبقى روحه فوق. بصوا كل الكلام ده ازاي اخشع في الصلاه. خشوع الصلاه له حاجات كتيره جدا. خشوع الصلاه مش بس حاجات، ده حاجات تحفه. احنا اتكلمنا فيه ان تغيير، بصوا رقم واحد غير الصور اللي انت بتقراها، عشان مثلا وانا رايح عشان اصلي غير الصوره، مش لازم اصلي بنفس تكرار الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم، كل واحد لله الصمد، السلام عليكم، السلام عليكم، فلسة الصلاه ولا حول ولا قوه الا بالله. هيما بيقول زنا المحارم، هنتجاوب، احنا هنجاوب على الاسئله الشائكه دي، بس بالله عليكم يعني ايه، خلونا اخلص وبعدين نقول. احنا ان شاء الله خصصنا لايف الخميس علشان كل الحاجات اللي مش بنقدر نقولها على القناه او اللي بنقولها في الاعلام ان شاء الله نقولها هنا على الصفحات ونجاوب، لان ده واقع، ده واقع انتوا بعتينه وانتوا بتقولوه. في اسئله شائكه كتير جدا هنتكلم منها، عن الخيانات، وهنتكلم عن مرحله الطفوله اللي بيحصل فيها من اخطاء، موضوع كتم، هنتكلم عن حاجات كتير. خليني نرجع تاني لموضوع الصلاه. موضوع الصلاه عشان اخشع فيه، قلت اول حاجه لازم تغير الصور، مش شرط بقى والعصر كله والله احد والدنيا وتبت يده والكوثر، لكن صلاه باكسر صور، لا، نوع الصور اللي انت بتقولها كل مره عشان تفهم انت بتقول ايه. بس في مقدمات للخشوع يا جماعه، في مقدمات زي ما قال سيدنا علي، كان وهو داخل للصلاه وجهه بيصفر، وكان لما وجهه يصفر ايه اللي يحصل؟ كارثه كبيره على فكره. كان ايه اللي يحصل؟ قولوا له انت ليه وجهك اصفر يا سيدنا علي؟ يقول لهم الا تعلمون وانا رايح اكلم مين؟ وانتم مش عارفين ان انا رايح اكلم ملك الملوك الله عز وجل. وكان لما يروح الصحابي حاتم الاصم وكان التابعين وكل الناس الطيبين اللي ورد ذكرهم، يقول لك وانا رايح على 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 المصلى اصلي في القبله، اتخيل الجنه على يميني والنار على يسار. تخيلي كده، اتخيل كده، والله عز وجل من امامي وانا على الصراط. خلاص تخيل واحد رايح يصلي وده حاله. طيب ما ماشي، سمعت الكلام ده بس برضه ما فيش خشوع. اسمعوا، وانا قبل ما اروح الصلاه بعمل ايه؟ بتوضى، وانا بتوضى بستعد بالوضوء. بالله عليكم يا جماعه عشان خاطري، عشان خاطري ركزوا في اللي انا بقوله ده. وموضوع الوضوء ده يجيب لك بتاع حوالي 50% من موضوع الخشوع. انا رايح اصلي لله عز وجل بالخشوع، بعمل ايه؟ انا بتوضى يا رب وبغسل ايدي، انا بغسل ايدي من كل بطش، من كل كتابه كتبتها وشيدتها، كل كلمة غير حق أنا بعتها ورسالة ما كانتش المفروض تحصل وأنت كنت مطلع. أنا بغسل أهو، بغسل بغسل، أستشعر كده. وأنا بتمضمض يا رب أنا بغسل بقي من كل لفظ ومن كل كلمة ومن كل غفلة ومن كل وقت لم أذكر فيه الله عز وجل. هو كده، هو كده، ونبقى فاهمين الكلام ده كويس جدا. طيب يبقى أنا بعمل إيه؟ أول حاجة بستشعر الوضوء. وأنا قلت لكم، حكيت لكم قصة اخت كده كانت معايا في سنه اولى جامعه، وكنا قاعدين في المدينه، والاخت ديت واحنا وانا بتكلم معاها كنا رايحين، كنت حديثه عهد بقى، اول مره بقى ايه التزم واصلي والبس حجاب وموال طويل كده، فواقفه بتتوضى وبتتاكد من وضوئي، بس مش عايزه تحرجني يعني اشوف بتوضى صح ولا لا. وبعدين وانا بتتوضى وبتاع كده، فلقيتها خلاص طمنت عليا وانا شايفه يعني، أنا مش يعني فهمت عايزه ايه. واحنا رايحين للمسجد فلقيتها رجعت تاني، انا مسميها سعيد ابن عامر الاخت دي، لقيتها رجعت تاني. وهي راجعه تاني قامت جايه قايله ايه، قالت قلت لها رايحه فين؟ قالت لها اتوضى. قلت لها مش لسه متوضيه معايا؟ فقالت لي ايه بقى، بصوا الكلمه، ما استشعرتش معنى الوضوء. هي دي، هي دي،
ان الواحد هو بيتوضى اصلا بيستشعر، بص الذنوب بتطلع ومن عيني، ومن عيني، واللي انتوا شفتوه بعينيكم ما كانش ينفع تشوفوه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل يعني مواقع بتيجي. ده حتى لعب الاطفال يا مؤمنين، لعب الاطفال بيبقى عليها يجي كده الاعلان بتاعها ناس مش لابسه، او يجي لك سجست فيديوهات. طب ده طب ده طب عايز متحرك، طب انت بلاش الصور، عايز متحرك. استغفر الله استغفر الله، ادعو الله سبحانه وتعالى يعوف في شباب الامه، قولوا امين. طيب خلصنا من موضوع الهدوء والخلاص والودن اللي بتسمعه، اللي بتسمعه، اللي بتسمعه غلط، واللي بتسمعه مصيبه، واللي بتسمعه اي حاجه. وقمت جاي خلاص من والقدم، وانت بتغسل قدمك وبتتوضى كده، ويل للاعقاب من النار. نخلي الحته الاخيره نخلي بالنا منها، واحنا بنتوضع في الحته دي نخلي بالنا قوي يا جماعه. خلي بالك وانت لكل مكان انت مشيت فيه لا يرضي الله عز وجل. اصلا مش انا والله اللي رايحه اقابل، والله يا دكتوره هاله ده هي صاحبتي، بس صاحبتي وانا رايحه اقابل قالت لي اصل تعالي عشان مش عارفه، جاب صاحبه بقى، فهو جاب صاحبه معاه. او انت رحتي مكان وما استاذنتيش من اهلك، او مش شرط برجليك، ده انت دخلتي على اكونت ولا مش عارفه مين، والمكان ده ما كانش ينفع تبقي موجوده فيه. انا وانا بتوضى بستشعر كده، يا رب يا رب يا رب يا رب. خلاص رحت المصلى، وانا ماشيه للمصلى يا رب اللهم ارزقني، يا رب انا جايه لك، يا رب انا جايه لك بكل قلبي، يا رب انا جايه لك بكل جوارحي، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب عيني، يا رب هات لي النور بتاع الصلاه. يعني الصلاه نور والصدقه برهان، فين النور بتاع الصلاه؟ قال لك نور في القلب، نور في العين، فلا ترى الا ما يحب الله سبحانه وتعالى، نور في الاذن، وتبقى سامع كده. نادوا البنات يجوا يسمعوا، يا بنات نادي اولادي بالمره عشان يسمعوا، نور في الاذن، فلا تسمع الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تسمع الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يبقى يقول لك لما 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 تتكلم كلمه من غضب الله، خلي بالك في الفم وفي اللسان نور غير موجود، واما تسمع اعرف ان في الاذن نور غير موجود. انا عايز يا رب نور الصلاه، انا عايزها في قلبي وفي عيني وفي جوارحي وفي لساني وفي حواليا ومن امامي، اللهم اعطني نور. بصوا من الجمال، الجمال عشان نفهم موضوع الخشوع ده لحسن كلنا بنقع فيه، يعني مين فينا بياخد 10 على 10 في الخشوع؟ الله سبحانه وتعالى يعطينا. مين فينا بياخد ال 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 الكم اللي هو انا عاوز اخد ده؟ مين؟ نفسنا، وكلامنا النهارده علشان كده احنا نفسنا ناخد فعلا 10 على 10. اخد 10 على 10، تعالوا ما اقول لكم على لفته جميله جميله، تعرف فعلا ان الصلاه نور. اللهم ارزقنا من نورك يا رب، يا نور وباسمك النور، نسالك ان ترزقنا من رزق الصلاه يا رب، اللهم امين. نور الصلاه وانت رايح المسجد بص بتقول ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، الله، اللهم اجعل في لساني نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، اللهم اجعل من امامي نورا، واجعل من خلفي نور، اللهم اعطني نورا، اللهم امين يا رب. يعطينا نورا من نورك يا رب. انتوا عارفين لما نبقى منورين بنور الله ايه اللي هيحصل؟ ها؟ عارف لما تبقى ماشي بنور الله ايه اللي هيحصل؟ لا يضيرك احد. واصلا الدنيا باذاها باذى الخلق كلهم لو اجتمعوا ولا هيعرفوا. انت ماشي بنور ربنا، في رضا في القلب، في سعاده في الروح. ويحصل تيجي واحده مثلا هتقول ده انتوا عندكم بلاوي ومصايب وكذا وكذا وكذا، كيف تبتسم وكيف تسعد؟ ان في رب عدل موجود. والله انا مش عايزه ابوظ الفيديو الصراحه، في رب عدل، في رب اسمه الجبار، في رب اسمه العدل المنتقم الديان القادر المقتدر الملك المليك، بايده كل شيء. مهما يحصل ومهما كذا احنا على يقين في قلوبنا ان في رب كريم، والرب الكريم ده هو اللي هينجينا. بس لا مش المره دي بس، وكل مره. الدليل قل ينجيكم منها ومن كل كرب. وانت مش فاكر تلك الايام نداولها بين الناس؟ ما انتش فاكر لما كنت قاعد وبتدعي وكنت ما حزين ونفسك وكنت ما فاكر؟ فاكر لما كان عندنا المصيبه الفلانيه؟ فاكر. نجاك نجاني. كيف حال الرب معاك؟ نعم الرب والله. ابن القيم كان بيتكلم عن القلب الرباني والعارفين، اولياء ربنا والعارفين بالله دولت ايه؟ بيقول لك اصلا لا يحزنهم مفقود ولا يسعدهم موجود. يعني لو انت عندك حاجه من الموجودات الله عز وجل، مش احنا قلنا الله عز وجل امدنا
أوجدنا وأمدنا وأعدنا ليسعدنا. أربعة، يفضل دايما نقول كده، يفضل دايما أوجدنا. ها صح، أوجد الخالق هو الله، وبعدين أمدنا وأعدنا ليسعدنا الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك العارفين دول بتوع ربنا، دولت ما ايه، ايه وضعهم؟ لا ده دولت عايشين. لا يسعدهم موجود، اي حاجه من اللي ربنا عطاها ماله، مش هو ده اللي بيسعدني. السعد الحقيقي في القرب من الله، يا دي الهنا ويا دي المنى، يا كل امراه مسلمه وكل شاب مسلم او كل خلق وعبد من عباد الله يعلم تمام اليقين ايه؟ ان السعاده الحقيقيه في انك تبقى في معيه الله، السعاده الحقيقيه انك تبقى مع الله وفي انس مع الله، السعاده الحقيقيه انك تبقى عارف كده اللي له ظهر. على فكره في اسم من اسماء الله السند، المتكئ اليه القضاء الحوائج، الصمد. يا صمد، انا ليا صمد، انا ليا وكيل، انا ليا اللي يدافع عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. لما يبقى عندي المعنى ده في قلبي والمعنى ده فعال، اعرف تمام اليقين ان انا على خير. ما تخافوش. ما تخافوش، ما تخاف، ربنا معاك، ربنا معاك. طيب ايه تاني؟ لما اجي نتكلم ونقول من فضلكم ولو سمحتوا، ولو سمحتوا فكر في المعاني دي وانت رايح، وانت رايح فين؟ وانت رايح للقبله. طب انا بقول اهو ماشي وفكرت وهقابل ربنا وهكلم ربنا، الله اكبر، خلاص انت قلت اهو باللسان، خلي لسانك صادق مع قلبك، خليك وانت بتقول الله اكبر ايه اللي يحصل؟ الله اكبر من كل شيء عندك، الله اكبر من الناس ومن المشكله ومن المصيبه ومن الجبار ومن الظلمه ومن اللي خدوا فلوسك ومن اللي اذوك، الله اكبر منه، الله اكبر. عشان كده كان سيدنا خبيب، كان سيدنا خبيب بن عدي لما جه علشان يقتل، كانوا يذبحوا منه طبعا بعد بدر، خدوه واسروه وبقى يقطعوا من رجله كده. مين شافه؟ سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ما كانش لسه اسلم، سبب اسلامه خبيب بن عدي. بليع الارض الله اعلم راح فين، من في حواصل طير افضل ما. وهم بيقطعوا فيه، قبل ما يقطعوا فيه هيموتوه، عايز ايه؟ قال لهم اتركوني اصلي ركعتين لله. ليه؟ نجاتك، حياتك، خلاصك، ولا الكفره اللي متجمعين بالسيوف، ولا الكفره اللي متجمعين بالسيوف، ولا الناس، ولا الناس ولا الدنيا ولا القصه دي خالص. ايه؟ الله. قال لهم وصلى ركعتين وسلم، وقال لهم لولا ان انا خايف لا تقولوا بيهرب من الموت عشان، وعشان كده بيطول في الصلاه، لاطلت في الصلاه. روحك، حياتك، نجاتك في الصلاه، في الصلاه. هو ده اللي المفروض نخلي بالنا منه. طيب حاجه تانية، وبعدين دعا عليهم، اللهم احصهم عدد، امين يا رب، احصي الظلم عددا واقتلهم بدا ولا تغادر منهم احد، امين يا رب، امين يا رب. وبعد ما دعا عليهم ابو سفيان ما كانش لسه اسلم، عمل ايه؟ قام واقع على الارض وحاطط ايده على راسه خايف، قال لك لا عشان الدعوه تعدي من فوقي، انا مش لسه فاهمين حاجه، عارف ان دعوته مستجابه، عارف ان دعوه سيدنا خبيب، وخاف الدعوه تصيبه ووقع على الارض ونام على الارض وانبطح وعمل على راسه كده، قال يعني عشان الدعوه تعدي من فوق. وبعدين نجاتك في الصلاه، نجاتك الحقيقيه في الصلاه، اوعى تستعينوا بيها. يا الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، الصلاه ذكر، واستعينوا بالصبر والصلاه. معقول؟ طب احنا صابرين، استعين بالصبر. وانها ايه؟ لكبيره. الا على مين؟ على الخاشعين اللي بنتكلم عليهم النهارده، الا عليهم، على الخاشعين اللي انا بقول لك يا رب يا رب يا رب، يبقى طالعين كلنا النهارده من بعد الحلقه دي كلنا عندنا الخشوع، قولوا امين. اللهم ارزقنا صدق القول وصدق الكلمه ويصل كلامي الى قلوبكم. ملكش حل الا الصلاه والخشوع فيها. انا جاي لك يا رب بكل، انا مذنب، كلنا اصحاب ذنوب، خلوناش عايز، خلونا كمل، كلنا أصحاب ذنوب وكلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب معاصي، بس أنا جاي لك يا رب، أنا جاي لك يا رب. لا اللهم لا تبعدني عن جنابك يا رب، فإن أبعدتني فلا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب، أنت يا رب نجيني، أنا بخبط على بابك يا رب، افتح لي، افتح لي يا رب،
يا رب. طب الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، طب سبحان ربي العظيم، انا جاي لك يا رب، انا عاوز طريقك يا رب، اللهم اقبلني من عبادك الصالحين يا رب. نقول كده، نقول كده يا خوات، نقول كده يا جماعه، نقول كده بحال القلب، حال قلبي كله مع الله، مع الله. يبقى وانا رايح انا الله اكبر، خليك صادق القول، هو اكبر فعلا من كل حاجه، من المخاوف ومن الظلمه ومن الجبابره ومن الفاسدين ومن اللي اذوك ومن اللي خدوك ومن اللي بيهددوك، من كل حاجه، ومن اللي بيزعلك واللي قاهر قلبك، الله عز وجل هو الله، ملناش غيره. وللنساء خصوصا، يا كل امراه وكل بنت بتسمعني دلوقتي على اللايف، والله لا جوزك ولا ابوك ولا امك ولا اخوك ولا عيالك ولا صاحبتك ولا توامك ولا الله، من دون الناس كلها انا محتاجه لك، بس بالله عليكم، بالله عليكم، مع ان الله بيستجيب، والله ابدا يجيب المضطر وانت في حال اضطرار، الله عز وجل يستجيب. نبقى عمالين ندعي يا رب يا رب يا رب اعتني، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب. انت مقصر في الصلاه، انت ما انتش خاشع، وانت ما انتش واخد بالك اصلا، غلط. واحد قلبه بيوجعه من الحاجات دي، مش غلط، يستحي من الله، والله حياؤه من الله هو اللي يمنع، يستحي من الله. نستحي يا جماعه، نتكسف، خلاص رحت الله اكبر، غيرت الفاتحه، بصوا الحمد لله رب العالمين، انا بحمدك الرحمن، افكر في اللي انا بقوله واغير السور. طب ما انت قلت الكلام ده كده، ايه الجديد النهارده؟ اسمع الجديد النهارده اللي انا هقوله لك ده، انا واقفه يوم يقوم الناس لرب العالمين، انا واقفه، انا واقفه لله سبحانه وتعالى، الركوع وانا بركع سبحان ربي العظيم، وانا بقول سبحان ربي العظيم، شوفوا ايه انحناءك خلاص ما بقاش فيه انحناء للبشر، لا بس كده بتاع، مش عارفه في اليابان مش عارفه فين، ما بقاش فيه انحناء دلوقتي، زمان كان للملوك والسلاطين وتخش كده، وكانوا يجبروا المسلمين يخش عالم من العلماء المسلمين عشان يوطي، ويوطي الخيمه عشان يوطي له وهو داخل، قام جاي العالم كان ذكي خش بظهره والله خش بظهره، وبعدين ودخل الانحناء. لا تحني جبينك الا لله، ومين؟ للعظيم، سبحان الذكر، وانا بركع سبحان ربي العظيم، في اعظم من الله ابدا؟ يبقى بتروح لغيره ليه؟ ادام ما فيش اعظم من الله عز وجل بتروح لغيره ليه؟ ما تروحش لغير الله ولا تركع لغير الله، ويوم ما تطلب اطلب رقم واحد من الله العظيم. وانا بركع الدعاء في الركوع مستجاب، مستجاب، اللهم لك ركعت، دعاء الركوع، ولك سجدت، وبك امنت، عليك سبوح قدوس رب الملائكه والروح، وانا بقول الكلام ده. طيب وبعدين سمع الله لمن حمده، انا يا رب، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء بين يوم وملء ما شئت من شرك الحمد كما ينبغي جلال وجهك عظيم، لك الحمد يا رب احمده. انتوا عارفين بتحمده عليه، وانا عملت ايه؟ وقفت وركعت، احمده، احمده انك ان وقفك بين ايديه، وان ربنا خلقنا ناس تعرف تقف ما بين ايدين ربنا. طب في السجود، بص السجود يا نهار ابيض، السجود ده ملكوت، السجود ناس من كتر خشوعها فيه روحهم بتروح، روحهم بتطلع وهم في السجود، ناس جربوا السجود واتقطعت رجليهم في الصلاه وما حسوش، ايه حياه، ناس في الظلم، وكان يعني الشيخ كشك كان يقول لك وانا في السجن الحرب وانا ساجد دخلوا لي كلب مسعور بيقعد بالثلاث ايام يجوا عشان ياكلوه، لما دخل كان ساجد السلام عليكم السلام، لقوا الكلب ساجد جنبه، السجود لله، رمي حملك كله على الله، مش انت شايل على كتافك حمل وما انتش قادر ومهموم وما انت اداني الدنيا عليك، فلوس مش عارفه شايل همها، مش عارفه عليك ديون ايه، مش عارفه زوجك عامل ايه، هموم عيالك كذا، الدنيا الظلم للشهداء، كل الكلام ده هم على القلب، هم الامه والاسلام والحرب اللي عاديين، كل كلام على الحجاب وعلى المراه وعلى الزوجه وكلام تسمعه، كلام الزوجات تعالوا اسمعوا الاستشارات او لا، مين يا بنت اللي دخل في نافوخك الكلام ده؟ محو هويه، محو هويه، مع انها بهويتها اللهم بارك، اللهم بارك. في السجود عندك هم؟ اسجد، اسجد وطلع، نزل، ما تقومش،
ما تقومش ما تقومش، خليهم خلي الذنوب كلها تقع. قول يا رب انا جاي لك ومليش غيرك يا رب، يا رب انا بسجد لك لانك انت الله الايه الاعلى. بتقول سبحان ربي الاعلى، ما فيش اعلى منه، يبقى بتروح لغيره ليه؟ يا عبد افقه، يا امة الله افقهي، اعقلي اعقلي قبل ما يجي يوم. ايه ده، كانك كنت عارف كده اللي ماشي في الدنيا سكران ولا عارف حاجه وعامل دماغه مش فاكر والله. ايه يا عم مش فاكر، عارف كده متوه شارب كده ولا مش عارف، ما هوش مش مركز. وبعدين روح، لا ركز ركز. الاعلى، مين الاعلى؟ يعطيك كل ما هو ادنى منه. مين ادنى منه؟ كل الدنيا، كل طلباتي، كل اللي انا عايزه. هقول لكم على موقف حصل لي، زعلت من نفسي قوي، احكي لكم بقى، احكي لكم الموقف اللي حصل لي ده. انا عارفه بقى ان احنا يعني ايه، انا اما اطلب من الله وصحيح بناخد بالاسباب، بس دي دنيا، بس انا قلبي في يقيني مين؟ رب الاسباب. انا عارفه يا رب، وجوايا يقين ان لن يعطيني الامر، وممكن تعطوهوني يا رب حتى بدون اسباب، الله عز وجل وحده يعطيني بدون اسباب، يعطيك بدون اسباب. الاسباب العقليه ده ما فيش منطق، فما هو الله سبحانه وتعالى باسمه الرب القائم القيوم، القائم على نفسه والقيوم على امور عباده. معنى رقم 4 الاسم الله الرب، قالوا ابن الاسير القيوم المدبر. طب انا عارفه كل ده، فبس عندي اسباب ما انا مطمئنه ليها، فقلبي اطمئن. زعلت من نفسي قوي، وما تزعلوش مني، اقول لكم مش عايزه اقول لكم احساسي ساعتها كان عامل ازاي. الاسباب راحت، واللي انت كنت متاكده منه مطمنه، يعني انا متوكله على، بس انا مطمنه قوي لان في اسباب راحت. قلت يا نهار ابيض، دي تربيه دي تربيه من الله ليا. طب انا اسفه يا رب، طب استغفر الله يا رب، استغفر الله والله. لا والله فعلا، لان فعلا كان جوانا، انا اللي عارفه كان جوايا ركن للاسباب قوي، خد بالاسباب وكانها ولا شيء ولا شيء، ثم توكل على الله وكأن الأسباب دي ولا شيء، بس بناخد بيها لأن احنا أمة السببية مأمورين بيها. فيوم ما أقول سبحان ربي الأعلى، ده معنى جديد للخشوع. وانت قاعد، بص قاعد ازاي مسكين، قاعد مسكين لله في القبلة، وقاعد مؤدب، وتقول ايه التحيات لله، انا بدي التحيات ليك يا رب، والصلوات والطيبات. وبعدين تسجد، قبل التحيات انت ساجد، وانت في وضع السجود انا مسلم لك كل جوارحي، مع اشرف حاجه في الجبهه، اشرف حاجه في وجه الانسان جبهته، وانا عامل بعمل ايه؟ بسجد على الجبهه، بسجد بسجد، انا ساجد على الارض لكل حاجه. ايه ايه تاني؟ انت عارفين ايه تاني؟ انا شيء رامي عليك كل حمولي وكل هموم، وتوكلت عليك، باخد بالاسباب بس انا متوكل عليك، هو ده المعنى. وبعدين بطلع من السجود، بص القعده بتقول فيها ايه؟ ذكر، والله ما فيها الا ذكر. اللي ما بين السجدتين في ذكر، عشان كده اقول لكم احفظوا الاذكار بتاعت الصلاه. اللي بقول ايه في الركوع؟ ماشي سبحان ربي العظيم، وبعدين ها؟ سبح قدوس رب الملائكه، اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك اسلمت عليك توكلت، سبح قدوس رب الملائكه، تروح قول. قول 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 الدعاء بتاع السجود. سجد وجه الذي خلقه وصور وخلق، تبارك الله احسن الخالقين. قول قول ما بين السجدين، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. دعاء، في ايه اكتر من كده؟ دعاء، هي الصلاه ايه؟ دعاء وذكر لله تعالى. سبحان ربي الاعلى، يعطيك كل ما هو ادنى، واروح له وادعي. طيب حركات الصلاه فكر فيها، هتخشع حركات الصلاة بس. طيب خلاص خشعت وعجت، وفي التحيات أجمل حاجة التحيات بعد الوقوف، ها والحمد لله، ومتذكر بقى، أنا متذكر كلام الفاتحة اللي حضرتك قلتيه، ومتذكر الحمد لله، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بين عبد العبد مسأل، اهدنا الصراط المستقيم. بس ما أنتش عايز من الله إلا الهداية فقط لا غير. صراط الذين انعمت عليهم نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وصالح اولئك رفيقا، ده اللي في دماغي، مش الحمد لله السلام عليكم سلام. مصلي انا مصلي، مصلي ايه بس الله يصلح حالك، مصلي ايه؟ ما انت مش مصلي، اذا فصلي فانك لم تصل. الخشوع شيء جميل،
ولو ما خدتش ثواب الخشوع مش هتنهي، عشان تقول لك ده بيصلي والذئب بيبقى في راسه قد كده وبيكلم نسوان، تقول لي كده باللفظ، بيكلم ده بيكلم حريم، والله بيكلم حريم ومش عارفه ايه، وشوفي اهو طالع ساجد ليه؟ لان الصلاه لم تنهاه. ليه؟ ما خدش خشوع الصلاه. النور بتاع الصلاه ما خدوش يا اخوات، ما خدوش يا جماعه. وهي تبقى عامله والله وكذا وكذا، واحد يقول لي بيقسم لي بالله كنت اول ما فتحت المركز الاستشارات، الكلام ده مش عارفه من كام سنه، 10 سنين ده، يقول لي انا واقف اصلي قيام وانا عارف ان بعد ركعتين القيام ده انا رايح مش عارف اعمل ايه، ما خدتش خشوع الصلاه، كان يروح يعمل كبيره من الكبائر. اقول له ازاي؟ يقول لي والله كذا يا ام محمد، ابني اسمه محمد، زمان يقول ام محمد، ولولا انه قريب كبير في السن كان الواحد يعني، بس اهو ابتدينا نغضب لله ونقول كذا وكذا وكذا. خشوع الصلاه مفتقدين احنا نصلي، مش نتكلمش في صلاه، نتكلم في خشوع بقى، ينوك ثواب خشوع، وبعد الخشوع خلاص يا رب التحيات، اللي انا بحييك يا رب، والصلوات والطيبات، فين بقى بالله عليك لو انتش خاشع وما انتش متذكر هيبقى صلوات وطيبات، السلام عليك يا ايها النبي، كانك بتخاطب النبي عليه الصلاه والسلام، خطيبة الله، التحيات، لا أنت أمام الله، اخشع اخشع، الذين إذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبهم، قلبه بيعمل كده ليه؟ من الخشوع، من الخشوع خايف من ربنا، عاوز ربنا، نفسنا نبقى مع ربنا، اللهم أمين. التحيات لله والصلوات والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبل ما تعمل بتدعي، ادعي له بقى، ادعي ربنا، ادعي قبل ما الدعاء قبل التسليم مستجاب، الدعاء مش نقول دعاء في السجود وفي الركوع، الدعاء قبل السلام عليكم السلام مستجاب، ادعي ادعي بايه؟ ادعي انا ربنا، اقول له اتيتك ربي بقلب سليم، يا رب ارزقنا القلب السليم، قولوا امين، ارجو بعفوك محو ذنوبي، اتيتك ربي وكلي رجاء، لاني التجأت لرب مجيب، اتيتك ربي وقد جف قلبي، يا رب يا رب ارزقنا قلوبا ربانيه، قولوا امين، فهل من دواء لقلب جديد؟ قول لربنا كده، قول لربنا كده، انا جاي لك بقلب سليم يا رب، وجاي لك بقلب عايز طريقك يا رب. اللي يجي يقول يعني غلبت علينا ذنوبنا ومعاصينا وهنروح فين ومهما عملت، ما تخافش ما تخافش، صلي ان الصلاه تنهى. ما راح الصحابي للنبي عليه السلام، اذنبت يا رسول الله، فعلت يا رسول الله فحش، قال احضرت معانا صلاه العشاء الاخيره؟ قال نعم، ان الحسنات يذهبن السيئات، وصلاه قيام الليل ان الحسنات، عمل كبيره الصلاه تنهي. يعني اللي بيزق، ما تقوعوا حد يأسكم من ربنا، ودايما اقول الجمله دي، ما حدش يأسك ولا حد يخوفك من ربنا ولا حد يقول لك انت بعيد، لا، مهما عملت من ذنوب تعال 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 صلي ركعتين وقول له انا جاي لك، ما تردنيش يا رب، فان ردتني فلا حول لي ولا قوه الا بك، يا رب اخر مره سامحني يا رب، اخر مره يا رب. طيب انا بخشع وبعمل وبصلي والحمد لله، ومره اخد بالي ومره كذا، والله والله يعني لو خلصت القلوب لله سبحانه وتعالى ما شبعتم من ذكر الله، ولا شبعنا من الصلاه، ولا تحب تقوم اصلا من المصلى، مش عايز اروح الدنيا. فاكرين لما بتبقى معتكف العشر ايام، حد وانت طالع من المعتكف بيبقى عامل زي مش عايز اروح. طيب فاكرين لما بتبقى في المسجد الحرام مثلا وعامل عمره وعامل مش عايزه اروح، مش عايزه اروح الدنيا، هو كده هي الصلاه كده. لكن انت بتلبس بقى ايه؟ حصن، اسمه حصن الصلاه، من الحسد ومن العين ومن الشياطين ومن السحر ومن شياطين الانس والجن، اعوذ بالله، حصن وانت سايبه بعدم خشوعك. يا ليتني ما عملوا مرة فيديو كليب، مش فاكرة من زمان كده، كان في 2011 باين، مش فاكرة الفيديو دوت، كان واحد مات وبعدين بتعرض عليه أعمال، فلقى نفسه بيسرع في الصلاة، قال له ما تسرعش، ما أنت لو شايف نفسك ما تستعجلش، اسمها الدقائق الغالية،
اغلى دقايق في حياتي. يا ريتها تكمل دقايق، ده في ناس بيعملوا نص دقيقه. والله يا ريتها تكمل دقايق. لا لا، اسمها الدقائق الغالية. حياتك، رقبتك، عتقك من النار. انت عارف عتق يعني ايه؟ يعني ما تتلفش في سلسله. نفسي مره اعدل الخمار في حياتي. عارف يعتقك يعني ايه؟ تبقى مربوط بسلسله كده. استغفر الله، مش احنا قولوا امين يا رب، كل اللي على الله يفينا والله يفينا بالله عليك، قولوا امين يا رب. اعتق رقبنا من النار يا رب، كن ساعه اجابه الان وتنظر الينا. لا، اعتق رقبنا من النار، اللهم امين. اه، اعتق رقبتك من النار. مربوط بسلسله كده العبد، ومجرور، وايديه مغلوله كده عند رجليه. شفتوا الذبيحه اللي بيصطادوها؟ الايدين عند الرجلين عند الراس، مربوطين في سلسله ومتجرين في ارض المحشر، والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه يا رب، نسالك العفو والعافيه يا رب. قولوا امين. وبعدين، وبعدين خلاص، لما يعتق بتتشال السلسله، وهو الملك. كلمة ملوك الأرض البني آدم يقول لك لا، تعالى ولك الأمان. والله قال له تعالى ولك الأمان. وبعدين خلاص، قال لك الملوك ما ترجعش بكلمتها، فما بالك بملك الملوك، الملك المليك القادر المقتدر، الله الأعلى. أيوه، أو قال لك عتقتها مش هيأسرها تاني. الصلاة وسننها، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، عتقة خلاص، عتق من النار. طب ايه كمان اللي يقول؟ اربعه في صلاه، في اذكار الصباح، واربعه في اذكار المساء. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك. اه اوكي، ايه بقى عايزين ايه تاني؟ اخشع في الصلاه يا مؤمن، اخشعي نجاتك في الصلاه. عايزه حاجه من ربنا؟ الصلاه. عايزه حاجه من عايزه العريس؟ مش هتقول لك انا نفسي في اللي اطلبي من الله، ان كان خيرا ائتي به يا رب، ياتي اليك جرجر. الصلاه اللي بيأخر صلاه بتتاخر حاجياته. يعني انت مأخر صلاه وما بتخشعش وعايز، هتتاخر عليك الدنيا. لكن لو خاشع، اصل انا ليا حال بيني، وعارفين خشوع يعني ايه؟ يعني في حبل بيني وما بين الله موصول، حبل بيني وما بين ربنا موصول، اسمه ايه؟ اسمه الخشوع. كان ليا حال، انا لسه مكلمه، انا لسه مكلم ربنا، انا لسه كنت معاه في الصلاه، انا لسه كنت بقول لربنا يا رب كذا وكذا. الله الله عز وجل يا جماعه. ايه تاني؟ السلام عليكم يا رب، السلام، السلام عليكم.